المانجا هداف معروف ما شاء الله إمكانيات تهديفية عالية المستوى، سجل اليوم هدفين قاد فريقه للفوز ببطولة أكاديمية المستقبل. نهنيك على هذا الإنجاز وهذا الفوز بهذه الكأس، إيش شعورك اليوم وأنت تفرح بهذه البطولة؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله على كل حال قدمنا مستوى، كانت مباراة جيدة مع ضد فريق الطموح، قدمنا مستوى طيب وقدمنا مباراة يعني تليق بيش بفريقين كبيرين مثل الطموح والرواد، وأتمنى نكون رضينا فريق الرواد إن شاء الله، وإن شاء الله نقول من أفضل لأفضل لقدام. كأس قبل رمضان بيومين، أنتم كلعيبة إيش يعني لكم؟ بإذن الله تكون دافع لنا حافز للبطولات القادمة إن شاء الله. بطولة أكاديمية المستقبل كيف تقيمها؟ والله تقييم من أفضل يعني أفضل الدواري الموجودة حاليا، يعني في بجانب دوري الأسطورة، يعني كشهرة كلعيبة كعناصر، يعني بطولة جيدة بكل ما تعني الكلمة. محمد بصراحة أي المباريات حسيت إنك فيها لاعب من خلال المباريات اللي لعبتها كلها في هذه البطولة؟ والله ما تقريبا، يعني ما أقدر أنا أحكم على نفسي، الناس تحكم علي، أنا أقدم اللي علي وإن شاء الله أقدم من أفضل لأفضل. اليوم سجلت هدفين، كيف كان شعورك؟ والله شعور على قولهم، يعني على قول رئيس الفريق علي السبياني، كنت صايم لي فترة وفطرت اليوم إن شاء الله، وعلى طول بإذن الله. مبروك، الله يبارك فيك حبيبي.